فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لتطلع على ما عندي والله على ما نقول وكيل. نعم، يخاطب أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته، يقول هذه عقيدتي حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جواباً على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسطة كالعقيدة الواسطية وكالعقيدة الطحاوية وشرحها، هذا مبسط كله في كتب العقائد. نعم، فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي. على ما عندي، لأنهم اتهموه بأشياء ورموه بأشياء هو منها بريء، فهو بيّن عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. نعم، لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. نعم، يشهد الله على ذلك، يشهد الله على ذلك، هذا من صدقه رحمه الله. نعم،